بسم الله ما شاء الله، كل شنطة كل واحدة فيها. حطهم لي هنا، حطهم لي على الترابيزة دي. بسم الله ما شاء الله، مش مشكلة. طلع لموه لموه. بسم الله ما شاء الله يا ايش يا فا؟ نهارنا احمر باذن الله. عارف يا عم اشرف، انا بقالي يومين عماله دماغي تلف وتدور، اقسم بالله يا محمد ان انا معيش فلوس اذبح. والله وانا طب عايز اسالك سؤال، ذبحت ليه؟ لا طب اقول لك استنى كده، اطلع وطي كده يا عبد الله الكاسه ده. بس يا عم اشرف عايز اقول لك يا محمد، قلت له جيت بقى ايه الصبح بالليل، بقول له يا كريم خلاص احنا مش هنذبح غير الخروف والعجل، واحده كانت متابعه متابعين بيبعتوا لها ذبحهم زي كل سنه. ان شاء الله واحده متابعه كلمتني وتبعت لي فلوس بكره ولا بعده عشان اشتري العجل. طب احنا خروف لنا، قال لي لا ربنا ما يقطعها، يقول نطلع شنطه الفلوس واقول له كنت عشان تشتري العجل. اللهم اقسم بالله امبارح كيمو، امبارح بالليل بعد ما نزلت عشان يصالحني، بعد ما نزلت يا ولاد اللذين وعملتوا عليا انتوا الاثنين مش عارف. ولقيت النهارده المتابعه اللي دايما بتكلمني وكانت مشاركه معانا في المائده تبعت بعت لنا اللحمه دي كلها لسه طبعا النهارده عشان نوزع للناس كلها. اللهم صل على، مع ان بص كانت دماغي بتلف وتدور كده يا عم اشرف. منى بتعملي حساب واحده من المتابعين، ام محمد بتاعت البامبرز. يا ام محمد ليجي كيس لحمه يا ام محمد، اتصلي عليا يا ام محمد عشان تاخديه. ماشي يا ام محمد، محمد هيفضحك يا ام محمد. يا ام محمد الامانه وصلت عندي. لا بس اللحمه بسم الله ما شاء الله، ده عجل صغير، عجل صغير، العجل ده صغير، عجل صغير فاتح اهو. دول اللحمه بتاعتها تحفه بسم الله ما شاء الله. ما انا لسه بقول لها واد عامله حسابهم كلهم، بتوع الامن وبتوع البارك كله كلهم. بس كلنا ما هو قال لي ثلاثه بتوع البارك اللي بره واللي فوق كلهم. هو هيحط بقى في الفريزر عندي. عشان بتوع الامن اللي فوق دول 11، وام علي وام حسين تيجي سوا، ام محمد ودي كده 1 2 3 4 5 عبد الله انت شلت شنطه 6 شيل 7 8 عايز ما شاء الله 6 7 8 9 هنا ادي كده 10 صلاة على النبي كده 10 دول. عارف مين؟ انا بعت ال وطي يا رشد شويه، انا بعت لل رشد كلها دي. طب بعد اذنك يعني. حاضر انا عشان استحمل البصره دي من عينيا اللي انت عايزه يا عم احمد. الله يخليك يا رب وربنا يبارك فيك يا رب. الله يخليك على كل سنه كده يا رب. ادعي بقى لصاحبته، مش هي صاحبته والله، احنا بندعي للكل. الله اعلم مين اللي، بس احنا بندعي للكل. ربنا يبارك فيك يا عم. الله يخليك. بسم الله. خد بتاع عم احمد بتاع البامبر شباب معرفتك. ماشي. حطي بقى الفرادين دول في الشنط. حاطط ايه؟ نبعت ايه؟ عايز ابعت حلوه ازاي ان شاء الله. واضح احمد بيكر ابعت عشان ايده، عايز ابعت له كوسين ولا حاجه. هو كيس زيه زي غيره ومصطفى لو فاض، لو فاض هبعت له بسرعه عشان الحر. دلوقتي انا هحطهم في الثلاجه لغايه ما يجوا اخوات عم سيد يجي ياخدهم. بس هي متبرده، امسك كده مش سخنه. لا متبرده بس خلي بالك جوه حر عشان كيس دلوقتي. ماشي يلا بنانا. طب ده كيس ام محمد، حطيه معاك بقى اي كيس اسحبه وانا ماشي. عمي بس سيدي يودي اللي معاه ويجي عشان نبعت للمواليد. طب حطهم لي في شنطه عشان لما يجي ياخدهم. خلاص يلا ده بتاعنا اللي هو هنغيره. طيب خلاص لا ايه بايديك انت بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. شكلك ده عامل حمرا زي الفل. بسم الله ما شاء الله خير. تسلم انا والشيف كتر خيرك. احنا كده مش هناكل سمك بقى، هناكل لحمه. امتى شوف كنا واخدين سمك، كنا بنصطاد سمك يوم العيد. لا والله يا شيف احمد واقسم بالله انا قاعده شايله هم الذبح منين، لان فلوسنا كانت معايا كانت خلصت. ربنا اكرمني اقسم بالله، وكريم جوزي امبارح قال لي خد عشان نذبح. ربنا هو بس انت فكري، لكن هو بيدبر. اقسم بالله ربنا يدبرها. انت فكري هو بيدبر. ربنا ما يقطعها لنا عدا ابدا. لا ضلع فيه. ولقيت المتابعه دي دايما بتساهم معانا دي جايبه لي هم لحد هنا عشان توزعيه. وهي بتنزله قطع عم سيد السواق، وقفت قلت له خد استنى، بعتهم معايا عشان هم سخنين كده يدي للناس اللي هناك عندنا بتوع
اللي بيقعدوا في الارض واللي هناك في المنطقه عندنا كلهم. يلا على البركه ربنا يزيد الخير. دول بقى لما يجي ياخدهم اقول بقى ايه؟ ودول ايه دول؟ دول الارضيه سخنه خلي بالك. طلعت الورقه كنت طلعت الورقه بالاسامي ووزعتهم ان شاء الله. دلوقتي هيلوحوا دلوقتي كلهم كله رايح. بصوا بقى يا سلام لما تقعدوا في المنظر الحلو ده وانتوا بتتغدوا. لسه عم اشرف بيحط لنا بقيه الاكل. بصوا محمص لنا عيش ناشف كده على الشوايه ريحته فحم. بصوا الجمال لحظه ان شاء الله تمام. لسه بيجيبوا بقيه الاكل. بصوا الجمال ده واحد قاعد كده ايه الماء والخضره والوجه الحسن طبيعي. لسه انا بكرمي عم اشرف بينا بقيه الاكل سلطه خضراء ودول. بصوا بقى الفته وجمالها عندنا عامله ازاي. ده بنجهز منيو العيد فعملنا فته بقى. بصوا فتة بالكوارع بقى عشان تقولنا في العيد يا جماعه تاكلوا عندنا فتة بالكوارع. بصوا صورت بقيه الاكل ما طلعش. بصوا الجمال بتاعها دايبه دايبه الله على الجمال. اسلم ايدك الله. بصوا شوربه الكوارع عامله ازاي. بيقول لك الشوربه اللي انت طلبتيها مع لسه ما استوتش بدل عليك بايه. لا خلاص مش عايزه. ماشي. بصوا بقى الكباب والكفته. بص الجمال. هات لنا يا باشا ملح والنبي. بص شوربه الكوارع يا كريم. بص الكفته عندنا عامله ازاي. المخلل ده برضو احنا اللي عاملينه هنا اهو. والكباب تحفه. السبعة بقول لك السبعة بقول لك الاسبوع بقول لك خلاص 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 بقول بصوا جمال القاعة. القاعة المكيفة هنا تحت. شايفين جمالها. بصوا جمال القاعة تعرقوا البخت كمان. شفتوا في فرح فبيجهزوه. بصوا بصوا الشياكة والجمال. عد عد عد. بصوا الجمال قاعة مكيفة كلها اهي. معنا في النقابة برضو تحت. كريم دخل كده ولا مشي كده. بسم الله. ايوه روح البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو شفتوا احنا تابعنا هنا اهو. والجزء اللي فوق ده كمان دي القاعة. الباب بتاعها خارجي لوحده. وده اليخت اهو اللي بقول لكم عليه اللي حد يجي تبعنا يجي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقى فوق ايه فوق. بصوا الجزء اللي فوق. بصوا من فوق بعد كده تحت. انت مشيت هنا. بصوا الجمال. شايفين الجمال هنا اهو. اللي عايز بقى يقعد فوق اللي عايز يقعد تحت. والقاعة اهي. ده تبعنا احنا. منظر تحت. بصوا الجمال. اي حد تبعنا يا مرحب. طلعوا هنا وكل حاجة. وشكرا. تعالى يا سليم اقول لك تعالى. تعالى. بقول لك مش هتديني حاجات حلوه. تعالى يا سليم. تخلي امك تجيب لك. طب غول انت وامك. تعالى جايب لك حاجات حلوه. بص. انا مالي. بص. بص. بص دقيقة اهي. اهي. عايز تشوف الحاجة؟ وبص ده ايه؟ ده ايه؟ لوف. عايز لوف؟ انت تشوف الحاجة الحلوة؟ تعالى كده قرب. قرب كده على حاجة. عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز تشوف الحاجة اهي. ما بتاع لافرلوش ده.
عايز ايه؟ عايز حياة صدفة. برينجلز ده بتاع لافو. برينجلز؟ اه برينجلز. كله. انت عايز حتة؟ اه. عايز حتة؟ اه. عايز حتة؟ اه. عايز ايه؟ عايز ايه؟ ها؟ قول لي عايز. فاضية. فاضية بتاعت البيبسي دي فاضية؟ قفل بقى عليك يا حاجة. قفل اديها واحدة؟ ايه؟ دي فيها دي فيها ده ايه؟ ايه ده؟ فلان. ايس كريم ميجا. ميجا. وده؟ اندومي. اندومي. استنى اما رافا استنى اما رافا تيجي ماشي؟ استنى اما رافا تيجي؟ اه استنى اما رافا تيجي. طب روحي امسح مناخيرك وتعالى. ماشي. تيجي. في اللافا. استنى لفا تيجي. استنى لفا تيجي. يا شيف. ايه يا عنتر تعالى. اتفضلي يا بيت عم. لفا عايز ايه؟ ده ماما. عايز الحاجات الحلوه؟ اه. طب واحد اندوم ادي كروت الشحن يلا كروت الشحن يلا بتوع التليفون. انا وانتي ميجا ايس كريم انا وزبادي بالفراوله اللي بتحبيه واندومي اهو ثالث واحد دلوقتي بس هطلع تعالى اقف جنبها هنا تعالى اقف هنا جنبها ماشي اقف هنا اقف هنا اقف هنا دي مين ده ماما انت منين ده اللي بتاع لافا خدي يا لافا والشيبسي كمان بتاع لافا خلاص فديت دي فيها كله بتاع لافا ما انا ما جبتش السليم خد خدش بس ما تفضحناش خد شنطه زيها هي مفضوح عندي لون عندك روز اخضر جبت لك اخضر افضل بتاعت دي جزمه عشان بابا مش بتاعتك لون باي باي لون باي باي ادلع اه وايه ده في ايه ده عندك ادومي ايس كريم حطه في الفريزر عشان ماجي 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 ده ميجا ماجي ميجا ميجا ماجي صحي دي صحي دي بتاعت بابا حبيبتي كل ده بتاع ده ازرق وده ايه تاني تاني بتاعت لافا بتاعت لافا اه ماشي يا خلق يعني حبيبتي